بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله أولا والحمد لله دائما وأبدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرة صحة الصائم على قناة الساحل. في هذه الفقرة أعزائي المشاهدين سوف نتحدث عن النظام الغذائي الأمثل في شهر رمضان. من المعلوم أنه في الأيام العادية الإنسان يتناول الغذاء حاجته من الغذاء والسوائل والشراب خلال 17 ساعة أو 16 ساعة بالمتوسط، صح؟ هي الفترة التي يقضيها صاحيا خلال 24 ساعة، وبالتالي خلال هذه الفترة يتناول حاجته من الغذاء والشراب. لكن في شهر رمضان هناك تحدي، أنه معني بأن يأخذ كل حاجته من الغذاء سواء سوائل أو طعام خلال بضعة ساعات، 7 أو 8 ساعات على الأكثر، أو 6 ساعات حتى أحيانا بالنسبة للأشخاص الذين ينامون بعض الليل. وبالتالي يفترض أن يقوم الشخص بنظام مناسب ويوزع هذه الوجبات بشكل يتحمله الجهاز الهضمي وبشكل أيضا لا إفراط ولا تفريط، من غير أن ينقص حاجته للطعام، وبالتالي يوفر الجسم الطاقة اللازمة وكميات الغذاء اللازمة لبناء الجسم وترميم أعضائه وتزويده بالطاقة اللازمة. ومن جهة ثانية لا يسرف في هذا الطعام بحيث يسبب تلبكا واضطرابات معدية وأعراضا أخرى قد تكون لم تكن مؤلمة على الأقل ستكون مزعجة للصائم. لذلك سنختصر في الحديث عن هذا النظام الغذائي، أنه النظام الغذائي يجب أن تقسم الوجبات خلال شهر رمضان إلى 4 وجبات. تبدأ هذه الوجبات بالوجبة الأولى هي عند الأذان مباشرة، يجب أن تختص على بضع تمرات مع قليل من الماء قبل صلاة المغرب. وبالتالي هدف هذه الوجبة هو تزويد الجسم بكميات من السكريات، لأنه في الفترة تكون السكر في حده الأدنى، سكر الدم يعود منخفض حتى، وبالتالي يحتاج الشخص ذاك الوقت أنه ياك يطلعه شوي. لذلك يقبل التمر فايته شن هي؟ فايته أولا في سكريات بسيطة، ثانيا أنه يهضم بسرعة، في ألياف تسهل الهضم بسرعة، لا يهضم بسرعة والسكريات اللي فيه بسيطة توصل بسرعة للدم وبالتالي ترفع مستوى السكر. ايضا المياه اللي تساعد في هضم هذه شنقالها هذه التمرات تساعد في هضمها وتسهلها وتزيل اثار العطش. لذلك من المهم جدا يبدا احد بهذه التمرات، وهذه السكريات فائدتها انها لين تجي للدم بسرعه لا يتنبه مركز الجوع عند الجسم الانسان في الدماغ، لين تنبهه لا يتقلل من نهم الانسان للاكل. بينما يجي حد ياكل شيء سكريات وما هي بسيطه لهي تم اعطيه سيوكل وحسن مزاج جيعان، وبالتالي له يخليه يملم معدته اكثر من اللازم ولي فيه كميات اكثر من اللازم، وبالتالي وفي نفس الوقت يحس انه ما اشبع، في حين انه يقبل سكريات بسيطه يتوصل للعجز للدم وتوصل للدماغ لتعطي احساس بالشبع. بعد ذلك تجي الوجبة الثانية، وهي يجب ان تكون بعد الصلاة، بعد تقريبا الوجبة الاولى بربع ساعة الى نصف ساعة. هذه الوجبة يجب ان تكون فيها املاح، فيها شيء من السكريات المعقدة، وفيها شيء من الأملاح والمعادن، وفيها كميات مهمة من السوائل. لذلك مثلا يقبل حد شيء من السب، يقبل شيء من النشا، يقبل زريء شيء من اللبن. ولا عاد لابد من الحلويات وهم منتشرين جدا في هذه الفترة، ما يكثر منهم. إذا قبلهم 30 ولا 40 غرام هي كمية كافية جدا، اللي هما زادة أو المحاشي وكريب وهذه المواد هي يفضل عدم الإكثار منها في بالنسبة للصائم، لأنها غير جيدة نهائيا، خاصة الحلويات المليئة بالدسوم والمليئة بالسكريات البسيطة. ثم بعد ذلك وبالتالي بجهة الوجبة الثانية اللي تعطي إحساس بامتلاء للمعدة، لأنها كميتها كبيرة، اللي عاد سب والله نشا والله معها بعض المعجنات، اللي تعطي إحساس بامتلاء المعدة وبالتالي تزيل أثار الجوع عند الإنسان وتزوده بكميات من الطاقة مناسبة. لكن الفكرة هون أنه حد المجبنة كانت ما فيها شيء 17 ساعة ولا 16 ساعة، حد يقبل لها الأمور بشكل تدريجي، مرة لو تمرات شوي الماء، عقب ذلك تعود وجبة مليئة وصغيرة اللي هي شوي من سب شوي من كريب، وبعد ذلك يجب الإنسان يعطيها فترة للراحة، إياك تهضم الأكل اللي جاها به، اللي لها ياسر عند الهضم ولا هي متعودة على ياسر الطعام، وبالتالي الحد يعطيها فترة من الراحة على الأقل 2 إلى 3 ساعات، إياك تهضم الأكل فيها. تجي بعد ذلك بعد 2 إلى 3 ساعات تجي الوجبة الأساسية. هذه الوجبة الأساسية هي الهدف منها هي تغذية جسم الإنسان وتزويده بالطاقة اللازمة له، يعني معناتها هي اللي معطي فيها عليها الاعتماد الكبير جدا.
وهذه الوجبة الأساسية يجب أن تكون أساسا محتوية على البروتينات النباتية، النشويات، كمية من الدسم ليست كثيرة جدا، وأيضا كمية من المياه تعود فيها طبعا مواد مغذية، فيها فيتامينات وفيها معادن وفيها غيرها من حاجات. الأساس لكن أساس هذه الوجبة يجب أن تكون بروتينات، بروتين نشويات، برضه نشويات، لأن النشويات هي عبارة عن سكريات معقدة، وهي اللي تعطي الطاقة للجسم، وهي اللي تزوده بالسكريات اللي يتم يفككها على طول النهار خلال فترة الصيام. وبينما البروتينات الحيوانية اللي يجب أنها تكون موجودة في هذه الوجبة يجب أنها تكون محدودة، يجب أنها كميتها ما تزيد عن 1 غرام لكل كيلو وزن الإنسان. معناه إذا عادة لقاش مثلا وزنه 70 كيلو بالمتوسط، يجب أنه ما يزيد حاجته من البروتينات الحيوانية خلال النهار ما تزيد على 70 غرام. معناه أنه مثلا إذا عاد كيلو من اللحم، كمية اللحم فيه الصافية بحدود 600 غرام أو 700 غرام، معناه أنه يكفي بحدود 9 رواقيش أو 10. هي كل ما يكبر حدود 70 غرام ولا 60 غرام دو تكفاه، تودي هي حاجته الطبيعيه، واكثر منها هو ضار بالجسم. النشويات اللي هي مثلا النشويات نقولوها المبورو، كسكس، مارو، مكروني، هذو هم اساس النشويات. معجنات بصفه عامه او جهدهم مدى النشويات، طبعا فيهم الالياف وفيهم مواد خلايا، جهدهم مدى النشويات، هذا هم يجب ان يكون هم الاعتماد الاساسي، يمثلوا حدود 60 الى 70% من الوجبه الاساسيه، وعليهم الاعتماد الاكبر. ايضا يجب ان هذه الوجبه تحوي الى الخضروات، لان هي تزود الجسم بالالياف والفيتامينات وبالالياف الضروريه للهضم، وتسهل الهضم، وبالفيتامينات والمعادن الضروريه لتزويد الجسم بالطاقه اللازمه. ايضا تجي بعد ذاك الوجبه الاخيره اللي هي وجبه الفطور، ويجب انها تكون متاخره بقدر الامكان، وتكون وجبه خفيفه نسبيا، ما يجب انها تكبر حتى تعود وجبه خفيفه. قد تعود بضعه تمرات، قد تعود شوي من الخبز، قد تعود شوي من الفواكه، والله شوي من الخضروات، يجب انها تعود خفيفه قدر الامكان، ويفضل ان يكون معها مياه وليس سوائل محلات، لان السوائل المحلات تعطش، وبالتالي في السحور يجب ان الرجاج ما يعمل شيء حلو حتى بيت لك عطش، ويفضل انه العود الدامه، والله عاد لابد انه يمشي عود البن بعدها قبل ما يعود حلو. خلال هذا الليل يجب ان الرجاج يكثر من شرب المياه، لان حاجه الانسان المياه بالمتوسط هي بحدود 3 لتر، في المناطق الحاره قد تزيد فترة اكثر من ذاك وعلى حسب النشاط، لكن الانسان نشاط متوسط ما فيه ما 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 فيه ياس من الحركه ولا النشاط البدني ولا يقعد فتره طويله تحت الشمس وفي مناطق غير حاره جدا، متوسط حاجته اليوميه من المياه هي بحدود 3 لتر. هذه 3 لتر يجب انه يحاول يامنها خلال فتره الليل اثناء صوم رمضان، وبالتالي يفضل انه يكثر من شرب الماء، كل ساعتين ثلاثة يشرب كاس ولا كاسين من الماء، ياك يأمن هاي الكمية اللازمة الضرورية لتزويد جسمه بالمياه، وهي ضرورية لتسهيل عملية الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي ولتزويده أيضا بالمياه الضرورية. بعد هذه الفقرة سأريد أن أتحدث عن الأمراض المفطرة. دائما نأشم الناس عندهم أمراض في الجهاز الهضمي، ويسولوا دائما كانها مفطرة ولا ما هي مفطرة، كان ولا يصوم ولا ما يصوم. بصفة عامة في الأمراض الجهاز الهضمي هناك بضعة أمراض بالمطلق أهلها يحتاجوا يفطروا، في حين بعض الأمراض الأخرى تختلف من مريض لآخر، نفس المرض عند هذا الشخص يقدر إن قال له افطر، يقول هذا الشخص اخر تعود الشده ما هي كبيره، شده المرض ما هي معناها حتى نقول له ما محتاج تفطر. وبالتالي لكن من الامراض اللي عاده اهلها يحتاجوا يفطروا، لكن بعد طبعا بعد استشاره الطبيب، هي القروحات الفعاله. القروحات الفعاله هي قرحه المجبنه اللي هي ليل السير، هاي يقولوا لها هذه ما هو كامل انواعها، لان تعود القرحه فعاله، معناها القرحه ذاك الوقت مؤلمه عند الرجاج وموجوده، ولكن القرحه ما تشخص من خلال الاعراض، عشان الناس اللي يحس بالم فاعلى المجبنه فعلى الشص على البطن اللي هو منطقه الشصوف اللي هو في منطقه المجبنه، يحس بالم فهم يقول انا فيها قرحه ولاني صايم، هذا ما بضطر يعود قرحه، الالم في منطقه المعده ما بضطر يعود قرحه، يقدر يعود بشيء ثاني ما هو قرحه، وبالتالي القرحه ما يقدر يؤكد منها، ولا حتى الطبيب ما يقدر يتاكد منها، يقوم باجراء فحص بالتنظير، فحص التنظير للمعدة عن طريق كود مجبنة زاد هذا يقولوا، لين تنشاف به المعدة ويؤكد منها، حسب درجتين تعود قرحة فعالة، هاي الحالة يجب أن المريض فعلا يفطر، قد يصير يحتاج أنه يفطر ذاك رمضان كامل، وقد ينقال له يفطر لا أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 5 أيام، على حسب درجة شدتها ودرجة استجابتها للمرض. ايضا القروحات اللي فيها معقده اللي فيها مضاعفات، اللي عندها مضاعفات، كيف تقرحها مثلا تخلق فيها نزيف عاد في الدم
والله قاعد على هضمك حل ناجم عن الدم المهضوم ماشي من المعده، هذا الشخص يجب انه يفطر مولي. ايضا القرحه اللي فيها صار فيها انثقاب، احيانا القرحه تم توكل جدار المعده لين تقعرها، قال لها قرحه مو ثقيله، هاي مولي مولاها يفطر. ايضا القرحات اللي بسبب تضيق في المعده وتضيق في المصران، يعني تعود بسبب تضيق في المعده وتضيق في المصران مولاها يفطر. يقر بالمطلق نقول انه هذا معناه انه يفطر، يفطر اذا كان رمضان، والله يفطر لك اسبوعات والله لك ايام، يقر معناه انه عمره كامل ما تلاقيه يفطر وحرم عليها رمضان. صح. عادة مثل هذه الأمراض يفطر العقاش فترة محددة لين يبرأ وتغض عنه ذيك الأعراض ويتأكد الطبيب أنه برأ، وقتها يرجع ويقضي لك اللي عليه وصوم رمضانات الأخرى. أيضا أمراض الكبد المزمنة غير معاوضة، خاصة تشمع الكبد، أمراض الكبد مزمن فعال في مرحلة التشمع، أمراض الكبد مزمن فعال ما بالضرورة يفطر، قد يفطر قد ما يفطر على حسب حالة المريض، درجة سوء التغذية اللي عنده، درجة المعاناة اللي عنده والاستقلابية اللي عنده. لكن التهاب الكبد للحد ما حالة التشمع اللي هو السيروز اللي هو تشمع الكبد، هذا قطعا مولاه يفطر، ويفطر عادة الزمن كامل. أيضا السرطانات بالمطلق، السرطانات كاملة يسوء في بلاصم الجسم مولاه يعطي يفطر، يفطر لك رمضان قطعا كامل إذا عاد ويعمه رمضانات وحدي. أيضا جميع الأمراض المدنفة دي، مثلا الأمراض هي تسبب نقص وزن وتسبب رقة في العقاش وفقد دم وحمى وهذا النوع، كيف مثلا السل الذي قوي هو أكثر شيوعا عنه ناتية، هذا مدن مولاه يعطي يفطر لك رمضان لين يبرأ ويقعد عنده مرض نهائي ويرجع لطبيعته ديك الساعة يقضي ويصوم رمضانات العقب ذاك. أيضا فقد الدم الشديد مولاه يعطي يفطر لين يداوى عنه فقد الدم ويرجع لطبيعته ويداوى المرض ويسبب فقد الدم. ايضا من الاسهالات الحاده والمزمنه، اسهال حاد كيف انه بعض الاغذيه الغير نظيفه تقدر تسبب لعكاج اسهال حاد وقياء بسبب تسمم معدي والتهاب معده ومريء التهاب معده ومع حاد، مثل هذه الحالات مولاها يفطر، قد يفطر لا يومين والله ثلاثين تاخذ عنه الاسهال الحاده والقياء يرجع يفطر صوم بقية رمضان. لكن الإسهالات المزمنة هي تعود مستمرة ومسبب نقص وزن، مسبب سوء تغذية، مسبب فقد دم، مسبب نقص روتينات في جسم الإنسان، فهي الحالة طبعا مولاها يفطر ذاك رمضان ويفطر لين يبرأ من ذاك المرض اللي كان فيه. أيضا من بعض المفاهيم دائما عند الناس تحدث عنها، كيف تقولوا المجبنة مثلا، المجبنة عضو ولا هي مرض، المجبنة لابد يعرف فيها شنو هو ويعدل الفحص، لكن عرف كان قرحة كان ورم كان ولا زيادة حموضة عادية كان التهاب بالجرثومة، والأساس يحدد كان محتاج مولاه يفطر كان ما محتاج يفطر. أيضا المحاور هو الشائع عند الناس، محتاج مولاه يؤكدوا بالفحوصات بهن أحيانا يسبوا مع مداومتهم على العلاج، لأن هو فترة طويلة خاصة شهر أو سنوات يسبوا عادة تقرح في المريء، المريء اللي هو المصاطة اللي تفيد الطعام من البلعوم إلى المعدة، لأن يسبوا تقرح فيها يعودوا في تلك الحالة أحيانا يحتاجوا أدوية خاصة لفترات طويلة حتى قد تمتد لخمس أو ستة أسابيع، وبالتالي أحيانا حتى يسبوا مضاعفات كيف تضيق كيف نزيف، وفي هذه الحالة مداهم يقدر يفطر بعض الحالات، لكن يجب التأكد منهم بالفحوصات قبل اتخاذ أي قرار. لكن من الأعراض الشائعة عند الناس ودائما الناس يقولون المجبنة هو القولون العصبي، هذا وهو شائع بشكل كبير جدا بسبب طبيعة النظام الغذائي عندنا احنا هنا في موريتان وفي نواكشوط خاصة، واعتمادنا بشكل كبير على المعجنات وعلى اللحوم الحمراء وعلى الأشربة المحلات والألبان وقلة استخدامنا الشيء فيه الألياف النباتية وقلة استخدامنا للمياه، هذا هو السبب من الأسباب الأساسية اللي تقيم القولون العصبي. وبالتالي القولون العصبي دائما الناس يقولوا أي حد عنده ألم في جزء علوي من المعدة يقولوا المجبنة، في حين نحن من خلال الممارسة نلاحظ أن أغلب الناس اللي يقولوا فيه المجبنة يعودوا ما هو مجبنة يعودوا لا قولون. وبالتالي القولون بصفة عامة القولون العصبي غير مفطر بالبتة، غير مفطر أبدا، لكن يحتاج للتأكد منه عن طريق الفحوصات ومطالبة طبيب أخصائي في المجال، ويحتاج فقط مولاه بعض النصائح وبعض الرجيم الغذائي الخاص، أياك يستطيع أنه يصوم شهر رمضان بحد أدنى من المعاناة وحد أدنى من الاضطرابات الهضمية.
الرياضة أساسية جدا خلال يوم رمضان، خلال ليلة رمضان ضرورية جدا وأساسية، لأجل لأنه كيف قلنا قبيلات نحن 6 سوايع على 7 كيلو نأكل فيها حاجتنا كاملة وشربنا، لما الرياضة تنشط الجهاز الهضمي وتسهل عليه عملية الهضم، وبالتالي تسهل علينا عملية التخلص من أكل كلنا من أول ياكلو نقدر نقول الوجبة التالية. وبالتالي الرياضة ضرورية جدا وأساسية في ليلة رمضان، ويجب أن يمارس الشخص الرياضة بحدود نصف ساعة في الليل، إما قبل الوجبة الأساسية اللي قلنا عادة 2 ساعة 3 ساعات اللي بحدود 10 إلى 11 في الليل قبلها مباشرة، والله بعدها بساعتين والله 3. في الأخير أشكر قناة الساحل على إتاحة هذه الفرصة من أجل استفادة المشاهدين من هذه المعلومات الصحية الخاصة بالصوم، صوما مقبولا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولله الحمد وحمد الشاكرين. السلام عليكم.